اعترفت تسيبني ليفني للقناة الأولى الإسرائيلية بأن قطر مولت الحملة الانتخابية لنتنياهو وحركة إسرائيل بيتنا. وقالت ليفني إن الأموال التي تلقاها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قطر بلغت 3 ملايين دولار، بينما تلقت حركة إسرائيل بيتنا 1.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن نتنياهو وعد أمير قطر بمفاوضات مع حماس بعد الانتخابات، ومشيرة أيضا إلى أنه جرت محادثات سرية بين حماس وإسرائيل في الدوحة وبحضور وزير خارجية قطر، حيث قطعت شوطا كبيرا. كما أكدت ليفني على علاقتها الحميمة مع زوجة أمير قطر موزة المسند.